طلابنا الاعزاء الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربيه والتعليم الاذاعه التعليميه الاولى في فلسطين ونترككم الان مع شرح لماده الفيزياء متمنين لكم اوقاتا ملؤها الفائده والمعرفه الشرح المفصل لمنهاج الثانويه العامه برنامج تفوق تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من حلقات الفيزياء للصف الثاني عشر العلمي معكم محدثكم الاستاذ ايهاب محمود السيد من مدرسه الدوحه الثانويه مديريه رفح. نستكمل ان شاء الله فصل الثاني التصادمات. طبعا نذكر بشكل سريع التصادمات تقسم حسب الاتجاه الى بعدين الى نقطتين، تصادم في بعد واحد وتصادم في بعدين. اكرر التصادمات تقسم حسب الاتجاه الى قسمين، الاول تصادم في بعد واحد، طبعا نعرفه وهو تصادم تكون فيه الاجسام بعد التصادم على نفس الخط او نفس المحور الذي كانت تسير عليه قبل التصادم. النوع الثاني وهو التصادم في بعدين، التصادم في بعدين طبعا وهو تصادم تصنع فيه الاجسام زوايا قبل التصادم وبعد التصادم. هو التصادم تصنع فيه الأجسام زوايا قبل التصادم وبعد التصادم طبعا هذا لو حكالي تقسم التصادمات حسب الاتجاه لكن لو قال لي تقسم التصادمات حسب حفظ الطاقة الحركية فتقسم التصادمات حسب حفظ الطاقة الحركية إلى ثلاثة أقسام تصادم مرن اثنين تصادم غير مرن تصادم ثلاثه عديم المرونه وبدنا ننوه لشيء انه يعتبر التصادم العديم المرونه هو حاله خاصه من التصادم الغير مرن في بعض الكتب التجاريه او الكتب الجامعيه بتفصل ان التصادم يقسم الى قسمين مرن وغير مرن هذا معناه انه بكون هو حاطط التصادم العديم المرونه حاله خاصه في التصادم الغير مرن لكن بوضوح هناك ثلاث انواع للتصادمات وهو مرن غير مرن وعديم المرونة اللي هو زي ما اتفقنا حالة خاصة من الغير مرن ممكن هذا السؤال الخطير اللي كل سنة ممكن كان يتكرر في امتحانات السنوات الماضية انه يجي يقول لي قارن بين التصادمات من حيث احنا خلينا ناخذ مقارنات بشكل عام ونسجل يلا مع بعض نفتح جدول كبير ونحط تصادم المرن والغير مرن والعديم ونقارن من اشياء نذكر اولها لو اجى قال لي قارن بين التصادمات الثلاث من حيث كمية التحرك أو الزخم الخطي طبعا التصادم المرن أحبائي الطلاب الزخم الخطي لجميع التصادمات هو, التصاد هو هي كمية محفوظة أي أن الزخم الخطي للتصادم المرن والزخم الخطي للتصادم الغير مرن والزخم الخطي للتصادم العديم المرونة جميعها محفوظ والدليل انه جميع التصادمات بنطبق فيها صميشن الزخم الخطي بي انيشيال بيساوي بي فاينل هذا معناه انه الزخم الخطي محفوظ في جميع التصادمات طيب هذا نمرة واحد اثنين لو اجا قال لي قارن بين التصادمات الثلاث من حيث الطاقة الحركية اه بدنا نركز هنا في النقطة هذه التصادم المرن أحباء الطلاب فالطاقة الحركية في محفوظة الطاقة الحركية في التصادم المرن الطاقة الحركية محفوظة أي أن سميشن k انيشيال تساوي سميشن كي فاينل أي, أي انرجي k تساوي كي فاينل <متلا> <Commission> أي أن الطاقة قبل مجموع الطاقات قبل وبعد التصادم متساوي هذا في التصادم المرن أي أن التصادم عندما يحدث لا يفقد أو لا يتحول جزء من الطاقة الحركية يعني طالب يقول يا أستاذ ممكن نحكيها بصيغة تانية ممكن نحكيها الطاقة محفوظة أي أن دلتا كيت تساوي صفر أي أن الطاقة الضائعة والمفقودة أو التغير يساوي صفر هذا بالنسبة للتصادم المرن أما التصادم الغير مرن فالطاقة الحركية غير محفوظة الطاقة الحركية غير محفوظة أي أن مجموع K final لا تساوي مجموع K initial طيب أستاذ في التصادم الغير مرن الطاقة غير محفوظة حاضر طيب وين بتروح الطاقة قل له الطاقة الحركية تستنفذ أثناء التصادم إما ستتحول إلى طاقة حرارية أو طاقة صوتية أو تعمل على تشوه الجسم، المهم إنه الطاقة الحركية في التصادم الغير مرن تتشتت ويتم فقد جزء من هذه الطاقة الحركية. طيب أستاذ إحنا ممكن نسألك سؤال، الطاقة الحركية الفاينل أكبر أم الانيشيال؟ بقول له دائما الفاينل بيكون أقل، لأنه الأجسام دائما لما تصطدم بعد التصادم بتفقد طاقة، فمجموع الكي فاينل هو اللي حيكون أقل من مجموع كي انيشيال. إذن كمان مرة نرتب: في التصادم الغير مرن الطاقة الحركية غير محفوظة، أي أن هناك جزء من الطاقة يتم استنفاذه وتحوله إلى طاقة أخرى. اذا الطاقه الفاينل اقل من الطاقه الانيشال ممتاز طب ممكن الاستاذ يقول لي احسب دلتا ك ممكن يقول لي انا احسب دلتا ك انا هون هناك فقد في الطاقه الحركيه وزي ما بنعرف انه دلتا ك بتساوي صميشن كي فاينل ناقص صميشن كي انيشال وبدنا نحكي برضو نقطة قبل ما نغادر وننقل على العديم المرونة أن التصادم الغير المرن أحباء الطلاب الفقد في الطاقة في قليل هناك فقد في الطاقة لكن الفقد يكون قليل ندخل على نمر ثلاثة وهو التصادم العديم المرونة طب استاذ التصادم العديم المرونة بالنسبة للطاقة الحركية بنقول له أيضا الطاقة الحركية غير محفوظة طيب والطاقة الإنيشية؟ والفاينل بقول دائما الفاينل زي ما اتفقنا اقل، بس انا حنقول اقل بكثير من الطاقه الانيشيال، اي ان هناك فقد كبير في الطاقه الحركيه في حاله التصادم العديم المرونه. نعيدهم كمان مره، التصادم المرن والغير مرن والعديم نقارن بينهم من حيث الطاقه الحركيه. في التصادم المرن تكون الطاقه الحركيه محفوظه. لا يوجد فقد في الطاقه، اي ان دلتا كي تساوي صفر. في التصادم الغير مرن يكون هناك فقد في الطاقة الحركية إذا الطاقة الحركية غير محفوظة والفقد في الطاقة يكون قليل أي أن الكي فاينل تكون أقل بقليل من الطاقة الانيشيال أما في التصادم العديم المرونة فالطاقة الحركية أيضا غير محفوظة ولكن الفقد في الطاقة يكون كبير جداً طيب ننقل للفقرة رقم ثلاثة هيك احنا بنصير قارنا بين التصادمات الثلاثة من حيث الزخم الخطي الطاقة الحركية ثلاثة لو اجينا نقول مثلا قارن بين التصادمات الثلاث من حيث السرعة النسبية زي ما بنعرف انه في التصادم المرن السرعة النسبية قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية بعد التصادم اي ان في واحد اثنين إنيشيال بتساوي في اثنين واحد فاينل ايوه او بنجيبها بصيغه تانيه في واحد اثنين انيشال بتساوي سالب في واحد اثنين فاينل انا بحكي للطلاب يا اما بتقول في واحد اثنين فاينل بتساوي في واحد اثنين إنيشيال وبتحط السالب يا اما باجي بقول في واحد اثنين إنيشيال بتساوي في اثنين واحد فاينل وبهيك انا جلبت الارقام وبدون ما اعوض باشاره سالبه اذا كمان مره في التصادم المرن اذا بدنا نقارن السرعه النسبيه فنقول السرعه النسبيه قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعه النسبيه بعد التصادم في واحد اثنين انيشيال بتساوي في اثنين واحد فاينل طيب ننتقل للتصادم الغير المرن في التصادم الغير المرن السرعه النسبيه تكون قبل التصادم أكبر من السرعة النسبية بعد التصادم السرعة النسبية قبل التصادم أكبر من السرعة النسبية بعد التصادم وأنا قلت لكم قبل شوي نقطة أنه دائما الفاينل دائما في التصادمات أقل إذا بتحكي على الطاقة الحركية الفاينل أقل إذا بتحكي على السرعة النسبية فاينل فدائما أقل إذا في التصادم الغير مرن السرعة النسبية قبل بتكون أكبر من الفاينل أو الفاينل أقل من الانيشيال وأهم شيء انه الاثبات اللي موجود معنا في كتاب الوزاره اللي بيحكي عن التصادم المرن ان السرعه النسبيه قبل تساوي وتعاكس السرعه النسبيه بعد هذا طبعا ملغي بس للاطلاع فقط او غير مطالب فيه الطالب بس عليه انه يحفظ النتيجه النهائيه تبعت التصادم المرن طيب ننتقل هالجيت للتصادم العديم المرونه إذا بدنا نقارن ونحكي عن السرعة النسبية فالتصادم العديم المرونة الأجسام بعد التصادم تلتحم ايش اساس معنى تلتحم؟ تلتحم الاجسام اي انها تتحرك كجسم واحد بسرعه واحده مشتركه اي ان السرعه النسبي بينهما بعد التصادم تساوي صفر وركزوا معي في التصادم العديم المرونه لما نيجي نحكي بعد التصادم التحمت الاجسام وتحركت بسرعه مشتركه هذا معناه اي ان الفارق بين السرعتين صفر، أي أن السرعة النسبية بينهما تساوي صفر، لأنه في طلاب بخربطوا بين السرعة المشتركة والسرعة النسبية، لما أجي أقول الأجسام بعد التصادم تلتحم وتخرج كجسم واحد وهذا طبعاً من ميزة العديم المرونة. العديم المرونة الأجسام تلتحم وبتتحرك كجسم واحد، طب تتحرك كجسم واحد يعني بسرعة واحدة مشتركة. طب هذه السرعه الواحده معناه انه لا يوجد فرق في السرعات بين الجسمين اي ان السرعه النسبيه بعد التصادم تساوي صفر اعيد كمان مره السرعه النسبيه في التصادمات الثلاث في التصادم المرن السرعه النسبيه قبل التصادم تساوي تساوي وتعاكس السرعه النسبيه بعد التصادم ونعرف النتيجه النهائيه من الاثبات في 1 2 انيشيال بتساوي في 2 1 فاينل ننقل التصادم الغير مرن التصادم الغير مرن الطاقة الحركية فيه غير محفوظة والسرعة النسبية بعد أقل من السرعة النسبية قبل السرعة النسبية بعد التصادم أقل من السرعة النسبية قبل التصادم أما في التصادم العديم المرونة فالسرعة النسبية بعد التصادم تساوي صفر أي أن الأجسام بعد التصادم ستتحرك كجسم واحد. طيب قارنا بين التصادمات الثلاث من حيث الزخم الخطي، من حيث الطاقه الحركيه، من حيث السرعه النسبيه، كمان بدنا نحكي عن مثال على كل منهم. من امثله التصادمات المرنه هي الجسيمات النوويه. التصادمات المرنه من امثلتها هي الجسيمات النوويه. اما التصادم الغير المرن فمن ممي من امثله عليها هي تصادم كرات البلياردو او تصادم الكرات الزجاجيه. اما تصادم العديم المرونه فهي تصادم كرات الطين لانه العديم المرونه في ميزه انه الاجسام بعد التصادم فيها التصاق والتحام وبتتحرك بسرعه واحده مشتركه فقط. اخر نقطه لو اجينا نعرف كل من التصادمات الثلاث وهيك احنا بكون قارنا الفصل الثاني كله في جدول واحد كمان مره المقارنه اللي انا حكيتها في التصادم المرن والغير مرن والعديم هيك بكون كانك رجعت الفصل الثاني من الوحده الاولى كاملا ارجو التركيز ارجع كمان مره لنقطه مهمه لو وضعناها ممكن في المقارنه من حيث التعريف أقارن بين التصادمات الثلاث من حيث التعريف وجاغول في التصادم المرن هو تصادم تكون أو يكون في الزخم الخطي محفوظ أيضا والطاقة الحركية في محفوظة وتنفصل الأجسام بعد التصادم طيب أنقل للتصادم الغير المرن ممتاز التصادم الغير مرن هو تصادم تكون في الزخم الخطي محفوظ، أما الطاقة الحركية فهي غير محفوظة، وتنفصل الأجسام بعد التصادم. أما التصادم العديم فهو تصادم، الزخم الخطي في محفوظ، والطاقة الحركية غير محفوظة، وهناك فقد كبير في الطاقة، ولكن الشيء اللي بيميزه تلتحم الاجسام بعد التصادم وتتحرك كجسم واحد. هيك بصير احنا قارنا بين التصادم المرن والغير مرن والعديم من حيث كميه التحرك او الزخم الخطي، الطاقه الحركيه، السرعه النسبيه، والتعريف ومثال على كل منهم. طبعا احنا اليوم في حلقتي المخصصة للتصادم العديم المرونة لكن انا حكيت انه قبل ما ابدأ بالتصادم العديم المرونة ياريت انه نحكي مع بعض التصادمات وهينا قارنا بحمد الله الفصل الثاني كامل جمعناه بالمقارنات اللي حكيناها لكم طيب بالنسبة لصفحة 23 التصادم العديم المرونة في عندي طبعا تجربة وفي عندي اهم شيء في صفحه 24 عندي اثبات خطير جدا ممكن نحوله طبعا من سؤال نظري الى سؤال حساب واثبات زي ما هو موجود في اثبت العلاقه اتش فاينل بتساوي ربع اتش انيشال اللي حابب طبعا يسجل معي السؤال عشان نستفيد من التصادم العديم المرونه ونربطه في صيغه البندول لو كان عندي مثلا كرتين معلقتان من بخيطين من نقطة تعليق واحدة نتخيل الموضوع لو جهزنا الكراسات والإقلام ونسجل هيك السؤال اللي إحنا حنحوله في صفحة 24 لسؤال إثبات لو كان عندي كرتين متماثلتين يعني كل واحدة فيهم أم معلقتان بخيطين متساويين من نقطة تعليق واحدة طيب الكرتين طبعا حيتم عشان يصير التصادم حيتم رفع كرة إلى ارتفاع معين نفترض مثلا الكرة الأولى رفعناها إلى ارتفاع اسمه اتش انيشيال قال لي ثم تركت لتتحرك من السكون فاصطدمت بالكرة الثانية الساكنة وطبعا التصادم صار؟ تصادم عديم المرونة عديم المرونة معناه أنه الأجسام بعد التصادم حتلتحم يعني كرة أم وكرة أم الكرتين حيصيروا اثنين أم ونضربهم في سرعة واحدة اللي هي اسمها السرعة المشتركة إيش أساس المطلوب في سؤالك؟ بدي أثبت أنه الكرتين بعد عملية الالتحام حيرتفعوا إلى ارتفاع ربع الارتفاع الانيشيال يعني الكرتين بعد التصادم حيرتفعوا الى ارتفاع اتش فاينل ربع الاتش انيشال اثبت ذلك. نسجل هنا هيني وضحت لكم السؤال بصيغه عامه اللي حابب يسجل السؤال كمان مره يلا كرتان متساويتان في الكتله معلقتان بخيطين متساويين في الطول من نقطه تعليق واحده فاذا سحبت الكره الاولى الى ارتفاع اتش انيشال ثم تركت لتتحرك من السكون فاصطدمت بالكره الثانيه الساكنه تصادم عديم المرونه اثبت ان الارتفاع الذي تصل اليه الكرتين بعد التصادم يساوي ربع الارتفاع الذي سقطت منه الكره قبل التصادم، يعني بدنا نثبت انه اتش فاينل بتساوي ربع اتش انيشال. دائما انا بقول للطلاب في اسئله البندول اهم شيء نجهز السرعات قبل وبعد التصادم، نصيحه اذا انت لقيت بندول على ارتفاع معين قبل ما تبدا بقانون الزخم اهم شيء تجهز السرعات سواء كانت قبل التصادم او بعد التصادم، انا في عندي نقطة مهمة لو تمشوا عليها تسهل السؤال وتخفف العبء في الإثبات، مثلا أنا حكيت قبل شوي إنه الكرة الأولى قبل التصادم سحبت إلى ارتفاع اتش انيشيل، إذا بسرعة بقدر أجيب سرعة الكرة الأولى قبل التصادم من ارتفاعها اللي قبل التصادم نقدر نجيب سرعتها قبل التصادم، كيف استاذ من قوانين حفظ الطاقة؟ باجي بقول الكرة الأولى إحنا رفعناها إلى ارتفاع معين وكانت ساكنة عند الارتفاع المعين، إيش معاها طاقة من قوانين حفظ الطاقة؟ استاذ معاها طاقة وضع، إذا معاها بوتنشال إنيرجي. طيب لما نفلتها وتتحرك وتصطدم بالكرة الثانية، طاقة الوضع ليش حتتحول؟ لطاقة حركية، إذا البوتنشال إنرجي حيتحول لكاينيتيك إنرجي، ها ركزوا معاي، يلا نفك البوتنشال إنرجي، أم جي اتش، أي اتش؟ الأتش Initial حتساوي نص أم في تربيع، أي في تربيع هذه سرعة الكرة الأولى قبل التصادم، بنختصر أم مع أم، حصفي معي انه في مع الاختصار وجذر للطرفين حيصير عندي في بتساوي جذر 2 جي اتش اي سرعه هذه سرعه الكره الاولى قبل التصادم اذا الكره الاولى ارتفعت الى ارتفاع اتش إنيشيال من الارتفاع الاتش انيشيال بنجيب سرعتها الفي إنيشيال للكره الاولى وبجهز بقول يلا استاذ هاني جهزت سرعة الكرة الأولى قبل التصادم مباشرة جاهزة في واحد انيشيال بتساوي جذر 2 جي اتش انيشيال طيب خلصنا سرعة الكرة الأولى قبل التصادم خلينا ندخل هالجيت لسرعة الكرة الثانية قبل التصادم طب ما الكرة الثانية كانت ساكنة تمام هذه سهلة إذا قبل التصادم السرعة جهزتم سرعة الكرة الأولى جبناها في واحد انيشيال سرعه الكره الثانيه قبل التصادم كانت صفر طيب بعد التصادم طيب يا استاذ مش بعد التصادم الكرتين ارتفعوا لأتش فاينل تمام وبطبق قوانين حفظ الطاقه كمان مره وباجي بقول بقدر اجيب اساس سرعتهم بعد التصادم الفي فاينل تمام برجع بطبق وبقول في جذر 2 جي اتش بس عاد هذه الفي اللي جبناها هذه الفي السرعه بعد التصادم وبنحط الاتش فاينل. إذا في ملاحظة إنه في جذر 2 جي اتش هذا يطبق ممكن نحسب فيه سرعات الإجسام قبل التصادم وبعد التصادم. ما علينا نحدد الاتش. إذا كانت الاتش انيشيال بكون هذه السرعة اللي بدي إياها هي السرعة الانيشيال قبل التصادم. بدي الاتش فاينل بجيب السرعات فاينل. إذا الكرتين بعد التصادم مش التحموا وارتفعوا لارتفاع معين تمام. هذا الارتفاع ايش اسمه اتش فاينل بقدر اساس اجيب الفي فاينل فبرجع بطبق في معادلات الحركه في فاينل يساوي جذر 2 جي اتش فاينل هيك بيصير كمان جبنا السرعه المشتركه بعد التصادم يلا جهزنا السرعات قبل التصادم وبعد التصادم ما علينا أن نطبق يلا بسرعه يلا نطبق في قانون حفظ الزخم صميشن بي انيشال بيساوي صميشن بي فاينل صميشن بي انيشال هتساوي صميشن بي فاينل قبل التصادم مين بقيت حركة يا الكره الاولى تمام مش إلها سرعه تمام باجي بقول ام في في واحد انيشيال زائد الكره الثانيه يا كانت ساكنه صفر يلا يساوي ننتقل لبعد التصادم بعد التصادم ايش صار؟ بقول له صاروا جسم واحد تصادم عديم مرونه بجمع كتلهم اتنين ام وبضربهم في في فاينل اذا كمان مرة بطبق قانون حفظ الزخم الخطي سميشن بي يساوي سميشن بي فاينل يلا نعوض الجسم الاول ام في في واحد انيشال زائد الجسم الثاني قبل كان صفر يساوي بعد التصادم صاروا جسم واحد بضرب اثنين ام في في فاينل نختصر ام مع ام ونيجي نعوض يلا احنا قبل شوية جبنا سرعة الجسم الاول قبل التصادم يلا نعوض في في واحد انيشيال جذر اتنين جي اتش انيشيال طيب بيساوي اتنين والفي فاينل جبناها قبل شوي جهزناها من قوانين حفظ الطاقة جذر اتنين جي اتش فاينل تعالوا هلقيت الربع الطرفين بصير بيطير طبعا الجذر من الطرفين بصير اتنين جي اتش انيشيال بتساوي أربعة نفتح قوس في اتنين جي اتش فاينل نختصر اتنين جي من الطرفين يلا نجيب بنقسم على أربعة الطرفين اتش فاينل صارت ربع اتش انيشيال وبهيك احنا اثبتنا انه الكرتين بعد التصادم التحموا وتحركوا الى ارتفاع ربع الارتفاع الاول السؤال هذا ممتاز إيه وبضلوا السؤال كتاب وزاره ويا ريت نركز عليه بدل ما نجيب اسئله خارجيه وندخل في متاهات بعيده هي عندنا سؤال موجود في كتابنا الوزاره ومن سؤال إيه ناقش او سؤال غير محلول حولنا لكم اياه لسؤال اثبات في النهايه اشكركم على حسن الاستماع إيه كان معكم الاستاذ ايهاب محمود السيد من مدرسه الدوحه الثانويه نلتقي بكم ان شاء الله في الحلقه الجديده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الفيزياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم